طب هل بقى ليه علاج؟ طبعا ليه علاج. ولا خلاص هو بقى طبع فيا ومش عارف اغيره؟ للشخص المريض طبعا له علاج، بس بالنسبه للمريض الوسواس القهري رقم واحد في العلاج العلاج الدوائي. يعني لو عند حضرتك مشكله متفاقمه لدرجه مش عارف تسيطر عليها، من فضلك الجا للعلاج، مش يعني ما تخافش من الدواء. طبعا العلاج السلوكي مهم جدا، لكن نبدا بالدواء. من غير الدواء هيبقى الموضوع في غايه الصعوبه. تمام. والكورس قد ايه مثلا؟ او بيحتاج من 9 شهور لسنه علاج دوائي مستمر علشان نبتدي نشتغل. يعني احنا خلال السنه دي بناخد علاج دوائي ونشتغل جلسات تعديل سلوك، نبتدي يتعلم بيها مهارات ازاي يتعامل مع الفكره. يعني اهم طريقه نبتدي نعلمها له انك تفصل ما بينك وبين الفكره. الفكره دي تمثل مرض لا تمثلك انت، وانت عارف انها مش فكرتك، فابتدي افصل نفسك عنها. تمام. لو حاول يعمل ده من غير دواء الموضوع بيزيد، بيبقى مش عارف يسيطر، فبيحس بالاحباط. عشان كده العلاج الدوائي بالنسبه له مهم.